عزيزي المشاهد أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج رجال من الكويت. عزيزي المشاهد في هذا اللقاء نلتقي بالجزء الثاني من لقائنا السابق مع المستشار محمد عبدالله أبو الحسن. كنا قد تحدثنا معه عن مسيرته منذ البداية وحتى وصل للعمل ك. سفير وممثل لدولة الكويت بأكثر من بلد في سواء الصين او في بعض الدول الاوروبية، نتوقف معه كي نبدأ الحديث عن عمله عندما عمل في الامم المتحدة لمدة ثلاثة عام أعتقد عمر طويل يعطيك الصحة بمهند ونحن سعداء خليص. مرة أخرى بهذا أنا آه سعيد مرة أخرى يعني أنه والله تستحملوني بعد الأسبوع اللي مضى <applause> وإن شاء الله ما أثقلت على الجمهور وإن شاء الله يستحملني في الحلقة هذه اللي إحنا الآن بصددها طبعا بعد هذا المشوار انتقلت إلى الأمم المتحدة كيف كانت هذه النقلة؟ والله النقلة ما كانت بالنسبة لي أنا يعني مريحة لما سمعت عنها نظرا لان انا رغم اني بديت في الامم المتحده في جنيف بس كنت في مقتبل عمري وفي بداياتي ويعني اذا بيقولون نجح ولا فشل يقول تو بيدي جاي لكن الامم المتحده امثل الكويت بعد القامه العاليه عبد الله بشاره اشتغل عشر سنوات وايضا كانت الكويت في عهده في مجلس الامن وبرز بروز واضح فانا بيبوني بيحطوني مندوب دائم امانه وانا احترم نفسي واحترم مقدرتي واحترم اسمي ايضا ومستواي فقلت يعني هل يعني انا اقدر على هالمسؤوليه هذه النقطه الاولى والنقطه الثانيه انا رحت نيويورك مثل ما قلت لكم في الحلقه الاولانيه وانا رايح الى الدوره الدراسيه وقعدت في منهاتن وفي بعض الصور عندي الحين لما استرجعها وانا في ذاك الوقت سنه 65 66 واشوف نفسي في منهات نفسها ما حبيتها لما كنت موجود هناك فاذكر خوفي من المسؤوليه وايضا من المدينه اللي لعيالي يعني عندك سعد خلاص تزوجت وصار عندي عندك الوقت حوالي يعني اربع مهند وثلاث بنات والله رزقني طبيعي في نيويورك البنت الرابعه مريم اخر العنقود فرحت حق مبارك اليابر الاحمد كان ذاك ساعه مدير مكتب الشيخ صباح قلت لهم انتم الحين مختارين عن يعني شنو اخترتوني؟ أنا من علاقات ثنائية وأنا يعني مغمور هذه النقطة الأولانية فأنا خايف النقطة الثانية من ونيويورك نيويورك أنا ما أحبها طبيعي قال النقطة الأولانية قصة الشغل أنت مكفي وهذا حسن اختيار الشيخ والشيخ تقدير هو, هو, اختار نعم. ويعرفك يعني خلاص لكن المدينة قال لي أنت بس اقعد فيها ستة أشهر وراح حب من يدس في دمك ودم عيالك ما أنساها في الكلمة والله الحين كل ما أشوفها اقول ايش سويت فينا يا ابو حمد؟ مو بس انا في حب الحب في دمي ودم عيالي ودم حتى احفادي الحين اللي فعلا قاموا يروحوا من الحل يعني فعلا ظاهره ان الانسان اللي يتعود على منهاتن بالذات يعني وعلى مم. نيويورك والمعيشة في نيويورك فما بالك لما يكون ايضا مندوب دائم بكل التسهيلات السكنيه اللي موجوده مكيف. مكيف. والعمل اللي موجود فيعني في الحمد لله رب العالمين ان الله كتب لنا ان اروح في بوست رغم انه كان تحدي كبير جدا بس يمكن التحدي والحفاظ على الاسم يخلينا بذلت هذا المجهود توفيق من الله سبحانه وتعالى انه والله بدال الثلاث سنوات او الاربع سنوات اللي اعتدتها في المناصب السابقه تحولت الى 23 سنه, سنة كامله. اذكر أنا طبعا عاصرت احداث كثيره في هذه المرحله. جداً, جدا يمكن احد الاسباب ايضا اللي خلتني محل الثقه عند القياده صاحب السمو الشيخ يابر الله يرحمه والشيخ صباح والمسؤولين الكبار هو التحديات اللي صادفتني في العمل، التحديات اللي هددت امن المنطقه. وبعدين في مرحله من المراحل هددت امن الكويت و اجى سنه التسعين وهددت الكويت بالكامل نعم. فوصلت انا قدمت وراء اعتمادي في اغسطس 81 الشيخ صباح كان القى علي مسؤوليه انه يجب ان استمر في ابراز دور الكويت, دور الكويت وانا نعم. ايضا احس ان عبد الله ابرز دور الكويت فيجب ان اعمل المستحيل اني احافظ على هذا الدور ان لم استطع ان ارتفع يعني. فيه لكن هي ظرف الحرب العراقيه الايرانيه والمنطقه كلها تركزت على منطقتنا الخليج وبالذات على دور الشيخ صباح بحكم كونه في ذاك الوقت خلق له قاعده من الاحترام كوزير خارجيه في العالم فيولى حتى يكون الوسيط في اذكاء ابقاء يعني اخماد الحرب, آه الحرب, الحرب في اوار الحرب أوار الحرب, أوار الحرب فعلا كان رئيس عدم انحياز في ذاك الوقت كوبا كان رؤساء عدم انحياز نعم ووزير خارجيتهم بدي إلى الكويت في شتر من الكويت إلى جامعة عربية وقاد الشيخ صباح مساعي مع مزيد من الأسف طبيعي في الحرب ووضعنا إحنا مع العراق يعني استمرت الحرب ثمانية سنوات تهددت فيها الكويت كأمن واستقرار في السنة الثالثة أو الرابعة لما بدأوا يستهدفون السفن النفط نعم ناقلات النفط واضطرت الكويت ويابت الحما <applause> للامريكان حتى يحمونها وايضا هني ايضا من النقاط اللي تسجل حق صاحب السمو حكمته يعني هذه الفتره فتره الامم المتحده عرفت حقيقه هذا الشخص الان الله يطول عمره اللي هو صاحب السمو كيف معتبر اذكر طبيعي اول ما عرض على الامريكان انه يحموننا في احموا ناقلات النفطيه من التهديد الايراني او من اي تهديد ياتي في المنطقه الحرب العراقيه الايرانيه تاثر على سلامه المرور المرور نعم. فعرض م. على الامريكان بصورة انهم هم حلفائنا فرفضوا الامريكان خشيه لاسباب خاصه فيهم ذكاء ماله وبعد النظر ماله قال انت ما تبون قال فراح الروس مباشره ادى الواجب اللي عليه اللي عليه, علي قلت لكم اول ما سمعوا الامريكان انه شيخ صباح اتصل مع الروس هم اللي تبي اللي تبي انت انسى الروس احنا نضمن لك اللي تبيه هذه حصلها البردة من رقم فهذا بينت له شلون فعلا هو يلعب, يلعب بذكاء يلعب 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 يعني لا لا وفعلا بدات الناقلات تسير في ضمن امن الكويت ضمن تدفق النفط الكويتي الى الخارج لكن ايضا تعرضنا لبعض الاعتداءات بس الهدف ماله يجب يعني الزين في شخص ما يمل مو تقول والله نظرا لان في السنه الاولانيه ما نجح يقول خلص اديت اللي واجب اللي علي ما نجحت ظل ثمانيه سنوات وهو يعمل جزء منه بصمت في مختار الصلاة الثنائيه، جزء منه علني لما صار رئيس لجنه الرجل العربيه لوقف لمحاوله وائد الحرب ومع طارق عزيز ذاك وزير نظام العراق السابق وزاروا العالم ركب الطياره من تونس الى طوكيو بتوقف او توقفين في الطائره حتى يقنع اليابانيين هم كان اعضاء في مجلس الامن الى ان وصلنا الى القرار 589 قرار وقف اطلاق النار الحرب العراقيه اللي, اللي رفض صدام يعني لم يوضع للتصويت لكن وضع للتصويت لكن لم يقبل صدام فبعد كل هالمجهود اللي بذل يا طارق عزيز تمس يعني توسل فيه ان انت الوحيد الذي الذي تستطيع ان تقنع صدام حسين بقبول القرار يوافق <applause> وفعلا راح له واقنعه بالمقدره الفائقه اللي عنده وقال له خلاص شال تليفون على وزير خارجيته صدام حسين قال ارسل رساله بقبول القرار 589 فاحنا كنا يعني فعلا سبب نعم والا انفس كبيره كانت راح تروح انقلبت علينا انقلبت علينا <applause> إن احنا هذا هو بالضبط وقد كان عقبه إيه الغزو حقيقة حقيقة يعني الغزو فبالتالي فبالتالي المسيرة اللي انا كمندوب دائم قد الدبلوماسي الكويتي في, الكويت في الامم المتحده بتوجيه من الشيخ صباح ومن اركان وزاره الخارجيه وبال. كيم الفريق اللي كان عندي يعني علي الزيد الله يرحمه اللي بعدين صار سفيرنا في اليونان ضرار رزوقي نبيل الملا والشيخ صباح الخالد نعم. نائب الاول رئيس مش كان جاي يتدرب عندي وقعد ثمان سنوات بعد ما تدرب ثمان سنوات عندي ناصر الصبيح علي السعيد هذول كان التيم مالنا اللي, اللي, وبعدين يا محمد الصلال اللي قدنا الدبلوماسيه الكويتيه في الامم المتحده وقلت خلاص بعد ما انتهت الحرب العراقيه الايرانيه إذا وصباح الخالد فعلا طلب نقله قال الانسان ينتقل وهو في انتصار احنا انتصرنا الحمد لله الدبلوماسيه انتصرت فقلت له الناس قلت له انا بروح بعدك بسنه يعني 88 يسمونه 89 روح لا هو روح 88 فانا طلبت نقلي 89 لكن طبيعي الشيخ صباح يعني لا يزال كان يعتقد ان انا فيني مقدره أعطها. وقال إن شاء الله بعد سنة ثانية يعني إن شاء الله ننقلك في السنة الثانية اللي بغى ينقلنا صار الغزو, صار الغزو صار الغزو وكانت هذه طبيعي مأساة لكن في هذه المرحلة مرحلة الغزو أنتم في الأمم المتحدة كيف كان الأداء والله العظيم يعني الأداء تساهيل من الله سبحانه وتعالى يعني أنا جنيت ما زرع الشيخ صباح والدبلوماسيه الكويتية من <applause> 63 إلى الغزو يعني طبيعي الغزو غير مسبوق في الامم المتحده دوله كبرى تمحي دوله من الوجود وتضمها لها سابقة, صحيح. سابقه غير معقوله وتستخدم الاجانب كدروع بشريه يعني اقدموا علي ممارسات لم يعهدها العالم حتى في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية فيما يتعلق في ضراوة الممارسة يعني. وأيضا الادعاءات الكاذبة وأيضا حظنا أن الوحدة الوطنية الكويتية ما أعطته فرصة واحدة أن يتحجج بأنه وراء الكويتيين يبوني ولا يساعدوني ولا منهم واحد منهم لم يقبل أن يتغلد أي منصب حتى المناصب عالية المقاومة الكويتية اللي أنا كنت فعلا أرفع راياتها في المتحدة حتى أبين أنه رغم الفوارق بين العدد الجيوش المحتل في الكويت وقلة عدد, عدد الكويتيين وإمكانياتهم إلا أن المقاومة كانت تسطر صفحات بيضاء وناصعة في المقاومة ففعلا ثبت حق العالم أنه ما في أي مجال لهذا النظام أن يستمر قسوتهم في ممارسة الكويتيين خلتنا مو فقط نطلع قرارات بأن الكوي... العراق يجب أن تنسحب وتعود الشرعية إنما حتى كل الأسباب اللي خلتهم يعتدون علينا وعلى إيران يجب أن تزال عشان هذا حطوا القرارات متعلقة في أسلحة الدمار الشامل وأيضا حتى يت... يتعظ العالم كله من قالوا يجب أن تعوض العراق الكويت وجميع الدول المتضرره يعني تعويض كامل وخلوا التعويض جزء من الانتاج النفطي. طبعا حرص الحكومه الكويتيه في ذلك الوقت يعني وعلى راسها المرحوم الشيخ جابر الاحمد والشيخ يعني الامير الوالد سعد العبد الله وقياده الحكمه طبعا الممثله في الشيخ صباح الاحمد هي التي ادت الى هذه القرارات يعني كيف كنتم تشوفون يعني من الطائف التعليمات التي تاتي اليكم في الامم المتحده وكيف كان يعني التناغم في العمل اولا موضوع الحمد لله رب العالمين الثقه اللي موجوده عند الشيخ صباح احمد بصفته وزير خارجيه في الوفد الدائم في محمد بن الحسن وفي كل مساعدينا من خلال تجربتنا في الحرب العراقية الإيرانية ونفس الشيخ الأمير الوالد لما كان رئيس وزراء يعني, يعني كان يتصل فيني بانتظام ويشيد في أداء الوفد في خلال الحرب العراقية الإيرانية ولما كنت أرجع للكويت كان دائما يحيطني في عناية خاصة لنجاح الوفد وأنا ما أنسب النجاح لنفسي إنما لو لم يكن هذا العمل عمل الفريق المتكامل وعمل ما لا يستطيع اي سفير مهما كانت قدراته ان يدعي انه هو سبب النجاح في العمليتين عمليه الحرب العراقيه الايرانيه دبلوماسيا في الامم المتحده وعمليه تحرير الكويت دبلوماسيا في ايضا مجلس الامن الامم المتحده لو لم يكن معي هذا الفريق المتميز والمختدر اول شيء الثقه كانت في قراراتنا احنا كنا نرسل القرارات دائما واقصد رؤيتنا وتينا الموافقه لكن في فتره من الفترات اللي هو من يوم آه اوغست الغزو لغايه ما استقرت الحكومه في الطائف كان هامش الاتصال قليل جدا بيني وبين <applause> الحكومة سواء كان في الخفجي بعدين في قبل لا يصل للطائف حوالي شهرين ما كانت الاتصالات مستمرة والسبب هو يبون يرتبون أحوالهم لكن في ثقة بس كنت أبلغهم بانتظام على شنو كنت أسوي فزادت الثقة في الحمد لله لكن اللي ساعدنا أيضا هو التأييد الدولي غير المعقول يعني التناقم الروسي الأمريكي بفعل يعني كرم من الله سبحانه وتعالى أن ذلل أو سخر لنا, صخر لنا هذا التسا يعني يعني نعم. نعم. والانفتاح اللي انفتح على العالم الغربي والا لو كنا في هالوضع الراهن اللي الان احنا نشوف العلاقات الروسيه نعم. الامريكيه نعم. يمكن كان كان الوضع, في الوضع في كان, كان يتغير، هذه النقطة الأولانية، النقطة الثانية معرفة كل دول العالم الأمية وذاك الساعة كنا 186 وستة 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 دولة أو 85 دولة في ذاك الوقت، يعني كلهم يعرفون ما هي الكويت وما صار صناعه الكويت لهم فبالتالي كانوا يتكلمون مو عن دوله منسيه وعلى قولتهم بنانا ريبوبليك انما عن دوله فاعله هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه يتوقف ابو مهند عشان ناخذ استراحه قصيره عند النقطه الثانيه، استراحه عزيز المشاهد. <applause> محمد كنا قد توقفنا في استراحة عند النقطة الثانية من... النقطة الثانية من أسباب الدعم والتأييد غير المحدود والسهل اللي حصلناه بجانب طبيعي السبب الاولاني اللي بس الخصه انه سمعه الكويت واثارها على دول العالم فيما يتعلق في الخطوه اللي اقدم عليها المرحوم الشيخ يابر لما القى فوائد القروض على الدول الناميه لما خاطب الامم المتحده وهو رئيس المؤتمر الاسلامي وايضا دور صندوق التنميه في كل العالم في ذاك الوقت تحولت الكويت الى دوله مرموقه هذا جانب، الجانب الاخر هو المقاومه الكويتية مم. اللي قاوموا فيها أشرس الممارسات اللا إنسانية العراقية على أرض الواقع في الكويت فكانت تين المعلومات وينا بعض الأفراد يقدمون إلى مجلس الأمن المعاناة الغير إنسانية والغير مسبوقة اللي كانوا فعلا يحصلونها كانوا يونا في مجلس الأمن وأيضا كان مرحوم الشيخ سعود الصباح في واشنطن يوديهم إلى الكونغرس هل الإعلام الدولي كان كله مركز على مجلس الأمن جهة وعلى الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية من جهة أخرى فنجح الشعب الكويتي من خلال ممثلين الشعبيين والدبلوماسية الشعبية اللي تمت على كل مستويات الدول بأن يخلق مو فقط موقف دولي إنما رأي عام عالمي الموقف الدولي لم يكن بسبب مصالح تلك الدول مع الكويت فقط إنما كان بسبب دعم شعوب شعوب هذه الحكومات خصوصا الدول الرئيسية اللي أرسلت قوات إلى أن هذه قضية عادلة نسمح لأبنائنا أنهم يذهبون لكي يقاتلون ولا يتركون هذه الممارسة أن تستمر وإلا العالم كله راح يكون في خطر يعني شعر العالم <applause> بأن إذا سمحنا لهذه التجربة أن دولة كبيرة تقضي على دولة صغيرة بس بسبب أطماع بفعل القوة الخارقة اللي عندهم إياه إذا ما في دولة في مأمن فهذا اللي سبب لنا هذا النجاح وهذا اللي عطى حضرة صاحب السمو لما أغلق كلمته المأثورة يوم 27 سبتمبر 1990 اللي الجمعية العامة لأول مرة في تاريخها تقف حوالي أكثر من أربع دقائق وتصفق وقوفاً صفق وقوفا اللي دمعت الشيخ المرحوم الشيخ نابر ما قدر يتحكم عم. فيها من واحنا هناك قال الأمين العام الاسبق كاف خافير بيريز ديكولار في الاسانسير واحنا رايحين فوق قال يا حضره صاحب السمو انا صار لي 17 سنه في الامم المتحده ما بين مندوب دائم وما بين امين العام لم اجد هذا الاجماع اللي شفته عم. الان اعطوك اياه حسينا ان الشيخ يابر الله يرحمه تغير كل البنيان الفكري له آمن بأنه النصر قادم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية. التم في مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا اللي أحد نعم. العناصر الرئيسية جدا في اتخاذ الموقف الدولي. اجتمع معها في مبنى الوفد الدائم وطلبت من عنده إن تنفرد في صاحب السمو. في احنا استقبلناه في الدور الثاني صاله كبير استقبال فالشيخ صباح الشيخ يابر قال لي اكو مكان قلت له اكو مكان في مكتبي في الدور السادس فرحنا في الدور السادس فكنا صاحب السمو مع سمو الشيخ صباح كان وزير خارجيه وانا اترجم لهم في ذاك الوقت دائم لكن كنت اترجم فعبرت عن يعني تأييد البريطاني غير المحدود وارتياح للتاييد الامريكي والتاييد العالمي وقالت له ترى احنا ناويين ان شاء الله في أواخر أكتوبر سوف نقوم بالعملية العسكرية بلغتها في مكتبي وأنا عندي صورة من ضمن الصور الموجودة هني للقاء اللي تم صور عادية احنا بصورها يعني نظرا لأنه ما كان مصورين كان لقاء ثاني فحسينا أن فعلا المجتمع الدولي فعلا يريد ودول التحالف يريد أن يحول أقاويله إلى أفعال, أفعال وفعلا تأثر الشيخ يابر كان لكن ما صار ما صار نظرا لأنه صدام حسين في ذاك الوقت ما ادري درى ولا ما درى زود قواته حوالي اقل ألف اضافي فوق الاعداد اللي كانت موجوده في الوقت لانه هذه كان يعني النقطه لحد الان يعني ما كتب عنها الا قليل انه كان المفروض يكون في اكتوبر في اكتوبر اخر اكتوبر تأجل نعم الى يناير تأجل الى يناير بسبب انه من 27 سبتمبر الى اواخر اكتوبر تقريبا حوالي شهر شهر واسبوع ليش انا ما قال يعني تاريخ محدد بس اواخر اكتوبر نعم. ف صدام ما اللي هل عرف او هو حس ان في تجهيز لعمل عسكري فزود القوات 300 الف مقاتل في الكويت هني الحسبة تغيرت لشدة طيب على العدد الموجود <applause> وارتئي أيضا أنه يطلع قرار آه يعني آه من مجلس الأمن آه اللي هو طلعناه من استخدام جميع الوسائل الممكنة أنه تعطى فرصة إضافية لا دبلوماسية لا لا اللي نعم. راحوا اجتماعات جنيف <applause> وإحنا ضاق خلقنا أمانة يعني لما فتحوا ملف جنيف وطارق عزيز راح وبيكر وزير خارجية راح قلنا الله يستر الله يستر ليكون يصير على حساب جزء من الارض على حساب شغله هذه لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني كان معانا بكل يعني قوه يعني طيبة نوايا طيبه للكويتيين نعم نعم فرفض طارق عزيز حتى استلام الرساله من الرئيس بوش الابو اللي كان يحذر فيها من دمار شامل على العراق فيما لو استمرت ولم تستجب لقرارات مجلس الامن وصار طبيعه التحرير ومهند طبعا منظومه مجلس التعاون الخليجي فكره إنشاءه والهدف منه يعني انت طبعا عاصرت هذه المرحله ممكن نتوقف عندها والله طبيعي حكمه الامير المغفور للشيخ يابر الاحمد رؤيته للواقع العربي في السبعينات والثمانينات وال يعني ازدياد النزاعات بين الدول العربيه على مواضع الحدود على م. مواضع التجاره حس م. ان ال19 او ال 20 دوله العربيه لا تستطيع ان تمثل حلقه استقرار لها كلها م. قال احنا لماذا لا نذهب الى الدول الاقرب نظما نظم حكومات وتمازج شعوب وعوائل متوزعه ونخلق منها نواه صغيره الاقل نحافظ على هذا الاقليم من التداعيات التي تأتي من الدول الأخرى العربية واختلافاتها فيما يتعلق في بين المغرب وبين الجزائر فيما يتعلق في الصحراء الغربية وموريتانيا والنزاعات اللي صارت في قضية فلسطين وتعقيداتها والانقسامات اللي صارت فارتأى أن قد يكون خلق هذه المنظومة اللي تكون جزء من جامعة الدول العربية لكن تكون مساعدة جامعة الدول العربية وطرح الفكرة وأخوانا زعماء دول الخليج كلهم وافقوا التركيز على الشق الاقتصادي كان هو هذا الهدف الرئيسي هذه المجموعة متجانسة في عناصر عديدة جدا الخلافات السياسية ما بيننا الحمد لله خلافات سياسية وإن كان مع مزيد من الأسف الواقع المر اللي حين نعيشه في ابتداء من خمسة من شهر من أربعة أشهر خمسة أشهر خمسة يونيو اللي فات لكن ما كان يتوقع أبداً وكل الدول ما كانت تتوقع ان هذه المنظومه راح يصير فيها اللي صار الان، لكن هو كان الهدف هو التكامل الاقتصادي، الوحده الاقتصاديه، السوق المشتركه ومحصون ومحاط ببوتقه سياسيه خارجيه ما فيها اي خلاف، وفعلا نجحت النظريه. وقربت كثير من الامور وخلت عندنا سمعه يعني العالم كله كان يرى في دول مجلس التعاون البوتقه الرئيسيه للاستثمار الجيد وللتنميه المستدامه التنميه المستدامه والاستثمار الجيد عشان هذا اطلعت دبي طب دبي ما كانت ممكن تطلع لو ما كانت جزء من الاتحاد او الامارات، وايضا الامارات كانت جزء من دول مجلس التعاون، النهضه اللي صارت في البحرين وفي قطر وفي السعوديه وفي الكويت وان كان طبيعي احنا الكويت يعني طالما بدينا احنا ففعلا كنا ذاك الساعه متميزين عن البقيه نظرا لانه اوريدي اقتصادنا كان مفتوح وعلاقاتنا كانت واسعه جدا، فاحنا استثمرنا علاقاتنا لخدمه بقيه دول الاقليم. انت كدبلوماسي عريق كيف ترى يعني مستقبل هذه المنظومه؟ والله يعني مع مزيد من الاسف الحكم على اذا اخذنا فقط ما يتم الان فطبيعي راح يكون يعني النتيجه نوصلها نتيجه سلبيه، لكن اذا نظرنا الى النظره المستقبليه انه في المحصله النهائيه هذه الخلافات اللي موجوده الان بين الدول الاربع خلي نقول الدول الثلاث عشان مصر مع كل الاحترام والتقدير يعني انضمت لاسباب خاصه فيها لكن الدول الثلاث اللي هي جزء من دول مجلس التعاون سوف ياتي يوم قريب جدا ان شاء الله يجب ان يتم التفاهم فيها مع قطر وقصه الحوار يعني قطر اتخذت خطوات بطريق مباشر او غير مباشر تتعلق في الشروط الموضوعه من قبل الدول الاربعه. أه وصاحب السمو وصادته يعني مو جايه من فراق مو جايه من من رغبه فقط في تجديب نفس اتخاذ موقف نظرا لان يكون انا معاكم ماني غريب عنكم انا من حرصي على هذه المنظومه هذه المنظومة حزم يعني أمنتنا لسنوات طويلة جدا يجب ألا يكون هذا الظرف الطارئ الخلاف اللي بس يجب ان نقعد حتى نشوف طبعا الوقائع اللي فيها حتى نحكم هل هذه الواقع موجوده غير موجوده مبالغ فيها ايش كثر منها تأخ... تبث... تنفذ وايش كثر منها ما تنفذ فاملي مره كبير جدا انه مثل ما قال نائب وزير خارجيتنا خالد يار الله انه مجلس التعاون يمرض لكن لن, ما يموت لن يموت نعم نحن نامل ذلك بكل يعني بكل تاكيد نظرا يعني لان احد, أحد احزمه الامان يعني خصوصا تعقد الاوضاع الان يعني دول مجلس التعاون كانت قوه اقتصاديه ينظر لها في يعني الصفقات اللي عقدت واتفاقيات عقدت مع الاتحاد الاوروبي ومع الاسيان دول جنوب شرق اسيا ومع منظمات اخرى هي لوحده السوق وقوته سوق واحده وقويه واستقرارها ايضا موجود وحكمه قادتها ايضا يعني قادتها كلها من المخضربين في العمليه السياسيه فكانوا ينظرون نظره خاصه هذا الطارئ اللي حصل هو اللي يجب ان نحرص على ان يكون مؤقت عشان هذا الشيخ صباح الله يطول عمره وهو في صايم في رمضان ابى الا ان يتصدى لهذه العمليه وسوى الشتل مالته ولا يزال مؤمن بان الحل سوف ياتي ان شاء الله ما دمنا نتحدث في هذه النقطة طبعا انت زاملت صاحب السمو الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية. على مدى سنوات كان وزيرا للخارجية ثم رئيس وزراء ثم هو يحكم الان على رأس يعني هذه الدولة التي نسأل الله لها الأمن والأمان. ماذا استفدت من هذه الشخصية؟ الدبلوماسيه الشخصيه السلسه المرنه يعني لم تتسم ولم نسمع في يوم من الايام عنها الشده في اتخاذ القرار ولكن الدبلوماسيه في حقيقة الأمر يعني ابدا تصحبها الابتسام نعم نعم هذه الدبلوماسيه الكويتيه والدبلوماسيه الكويتيه في كل مجال نجاحاتهم يعني ما شاء الله احنا نفتخر بان سفاراتنا وسفراءنا في الدول الرئيسيه والدول الفرعيه يعني متميزين ودائما يشار لهم بالبنان في التميز وهذا نابع من المدرسه اللي تخرجوا منها وهي مدرسه صباح الاحمد. بكل تاكيد تاريخه الكبير جدا وشخصيته اللي هي الشخصيه المتواضعه المبتسمه البشوشه ثم رغبتها الدائمه بان لا يقطع شعره معاويه مع اي دوله من الدول نعم قد نختلف وقد نختلف بشده الا انه يجب الا نقطع العلاقات مع اي دوله بسبب والله احنا بيننا وبينكم خلاف طبعا موضوع اسرائيل موضوع مختلف نظرا لانه هذا احتلال لكن الدول الاخرى مهما اختلفنا معها ومهما دخلت يعني اكثر من يعني العراق بعد كل ما عمل العراق علينا يعني اول قمه تعقد في العراق كان الشيخ صباح هو اللي دافع في ليبيا عن ضروره ان تعقد القمه في العراق نظرا لان دورها الترتيب الالفتي نعم. كان واذكر انا حضرت المؤتمر في سرت في ليبيا والقذافي كان هو رئيس المؤتمر وكان يعارض بشده ان يعقد المؤتمر في اي دوله وهي محتله شلون دولة محتله؟ دولة مستقله قال لا فيها قوات اجنبيه، قال اذا في قوات اجنبيه كل دولنا فيها قوات اجنبيه، كل دولنا انا عندي قوات اجنبيه، قطر فيها قوات اجنبيه، انتم عندكم قوات اجنبيه، مصر فيها قوات اجنبيه، كل فيها الق... فبالتالي رفض لا نلقي دورها لا نلقي دورها وصمم وفعلا حصل على تأييد عارم وحتى يثبت ايضا انه هو يؤمن بما يقوله ان الزعيم العربي الوحيد بجانب فلسطين اللي راح الى القمه كان هو سمو الشيخ صباح حتى يعطي مصداقيه لدور الكويت، رغم ما عانيناه هذه بحد ذاته مدرسه يستعين منها كل الخبراء السياسيين والاستراتيجيين كيف انك تستطيع ان تبني صداقات وتقلل من العداوات وتقلل من الخصومات. هذه النقطه الاولانيه، النقطه الثانيه يعني الحرص على أن يكون للكويت دور دائم. الشيخ صباح كان دائما وصايا وصايا لنا في الامم المتحده حتى اذكر لما كنا في جنيف، لا يريد ان تمثيل الكويت يكون تمثيل عابر. يبي ان الدول تشعر ببرامجنا الاقتصاديه ومساعداتها الاقتصاديه للعالم ادري وبالقضايا الدوليه يعني اللقب اللي حصل عليه لم ياتي بس نظرا لانه والله عقد ثلاث مؤتمرات عن سوريا، ابدا نظرا لان الكويت كانت تتجاوب. مع كل نداءات الامم المتحده في الكوارث الطبيعيه التي تصيب اقاصي الدول واقربها من عندنا ما كان مختصر مختصر المساعدات الكويتيه على الدول العربيه والدول الاسيويه في, هي في هايتي في بابو نيوغيني في بجانب استراليا اينما كان هناك مشكل تجد اليد الكويتيه موجوده اكثر من هذا عزيزي المشاهد استراحه قصيره ثم عوده لاستكمال الحديث Thank you المشاهد عوده مره اخرى آه. الى ضيفي المستشار محمد ابو الحسن بمهنة توقفنا عند نقطه معينه يا ريت توقفنا عند نقطه حرص حضره صاحب السمو ابراز آه. دور الكويت بجانب الشق الاقتصادي والانساني ف بعد ما تحررت الكويت من الغزو العراقي ومباشره احتاجت الامم المتحده في الصومال الى ارسال قوات حفظ السلام، عاده الامم المتحده تاتي بقوات من الدول المستطيعه، آه. ف أه بطرس غالي اتصل فيني وقال يعني انا بودي انك تاخذ راي الشيخ اذا يعبر عن شكر الامم المتحده بان تعبير عملي بان يرسل آه يعني مجموعه آه جنود وضباط 300 400 شخص الى الصومال فهذه يعني اولا مساهمه في عمليه حفظ السلام من بعد ما الامم المتحده سوت لكم وقاده عمليه حفظ السلام وتعبير ايضا عن انكم انتم فعلا آه يعني آه داخليا مرتاحين ومطمنين بحيث ان ارسلت قوات وفعلا اتصلت في شخص واحد بالتليفون اذكر وقلت له قال بس عطني يوم وفعلا اتصل وهذه الخطوة إرسال القوات الكويتية بعد تحريرها بأقل من أربعة أشهر أو خمسة أشهر الى الصومال وبقت هناك اربع سنوات ولما راح الامين العام بطرس غالي لكي يزور قوات الامم المتحده ركز على التواجد الكويتي, الكويتي يعني. نظرا لان يقول لهم هذا احد اسباب انه هذه الدوله لو سمحنا ترد لها الجميل. ان نعم ترد الجميل الى الامم المتحده يعني, يعني, يعني هذه ما فاتت الشيخ صباح ابدا في الاسراع في الموافقه بمهند انت ايضا شغلت منصب وزير الاعلام هذا صحيح كيف شفت التجربة؟ طبيعي أنا يعني الشيخ صباح الله يطول عمره من بعد ما أنا طلبت من عنده أن ينقلني يعني قال من أصل لي في بعض المحادثات الخاصة أنك أنت طالما صدام موجود يعني أنت لازم تقعد هناك فلا تكون كل ساعة تقول لي بنتقل بنتقل ف2003 فعلا يعني القوات الدولية 33 دولة حررت العراق من النظام البائد وطبيعي في مارس تحررت العراق وشكل صادف صارت الظروف انه كلف بتشكيل وزاره كرئيس وزراء اصلي ففوجئت انه اتصل فيني يعني يقول لي ان استرجع انا رغبتك في الانتقال والحين ودي انك تنتقل بس راح تنتقل بصفه وزير بصفة وزيرة كله قال إيه إلا مجلس وزيرة وزيرة الوزراء ووزير <applause> إيه؟ قلت وزير الراي وزير اعلام قلت له قلت انا وين طول عمر والشغله وزاري قال لا لا, لا 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 وقال اذا انت تعتقد انك انت قاعد 23 سنه فتحتاج الى وقت انت بس تعالوا احلف او الوافق وبعد تعال احلف وارجع وخذ راحتك في الانتقال قلت لا طول عموم قصه هذه قصه ان انا ما عملت في الكويت في الاداره الكويتيه الا سنه ونص في وزاره الخارجيه اي امسك منصب وزير قال لا لا فيك المقدره وانا واثق فيك فطبيعي سويت شويه بساعات يعني اتصلت في بعض الناس اللي اثق فيهم فطبعا الاهل ما كانوا راضين امانه يعني م. مهند على بناتي يعني مهند طبيعي الله يسلمه كان يشتغل في لندن ميسور تعود ايه بابا واذكر <applause> ان انا بنتي مريم كانت عندها كورس في روما كانت لا تزال في الجامعه لما ياها الخبر فعلا مرضت ذيك الليله ان شلون بابا يترك هذا المنصب اللي متعودين عليه نعم. والخارجيه ويروح الى إيه وهي عاد تدرى تس... تسمع عن الوزاره وعلاقتها في مجلس الامه فكلهم يتصلون فيه قلت بصعب علي الان انا ولا انا طالب نعم. النقل وهذا منصب نعم. وزاري ففعلا قبلت وانا يعني لكن مع مزيد من الاسف يعني انا يعني تقدير الشخص صباح ما له اي يعني حدود على الاطلاق لكن ما احسنت يعني التركيز على واقع الكويت وعلاقة الوزراء في مجلس الأمة يعني أنا كنت أقرأ الصحف وأسمع التلفزيون بعدين في السنوات الأخيرة لكن حقيقة الصراع القرب منهم فكنت أعتقد أن أنا أتعامل مع دول تبين أنا ما أتعامل مع دول أتعامل مع أفراد وكل فرد أكبر من دولة خمسين دولة ومصالحهم لحم فبالتالي يعني أمانة يعني كانت الفترة اللي قضيتها ما أقول لك من أحد يعني تعلمت منها أشياء كثيرة جدا خدمت طبيعي على قد ما لكن أنا متعود أنه يعني لا أرد طلب إذا كان في مقداري لكن فرضت عليه طلبات يعني والا مثل ما تقول والا نستجوبك والا تعمل كيت وثلاث ارباع الامور ما تستحق لا استجواب ولا تستحق اني انا حتى اسمع له وابت فيها لكن شفت ان افضل شيء من بعد ما بالذات لما صار الاستجواب انه احافظ على السمعه اللي الله سبحانه وتعالى يعني منحني اياها عند الشباب وعند الكويتيين فاني انهي هذه المسؤوليه اللي ألقاه علي صاحب السمو طبعا انا قدمت استقالتي لمعلوماتك قبل حتى الاستجواب بحوالي ثلاثة اشهر قدمت استقالتي في رمضان اذكر ووديت اشتغل حق شيخ صباح وقال لي ايش عندك انت الحين؟ قلت لا انا ودي اطلع على الاقل وانا يعني في نوع من التقدير نعم قال انت طالع مو طالع بمشاكل إيه؟ نعم مو يعني. إيه؟ نعم. إيه؟ طبعا كرم الشيخ صباح خذ الاستقالة عنده عندك قال بس أنت استمر في شغلك وطبيعي لما صممت على الاستقالة في المرة الثانية وحاول يعني أنه يعطيني وزارة أخرى قلت له طول العمر يعني هذول اللي يأخذون وزارة ثانية هذول يبون يصنعون أنفسهم ويحطون اسمهم في الحياة في سجل, في سجل أنا, الحمد لله رب العالمين أنا اوريدي هذا حققت, حققت, حققت الحين أنا قاعد آخذ من السمعة وأثر على السمعة من رصيد من, رصيد من رصيد يعني فقال لا لا أنت ما راح تأخذ من رصيدك يعني لمعلوماتك إذا أنا أنا قبلت استقالتك يعني بعد اصرارك فراح عينك عندي مستشار انتقلت يعني الى مستشار في مجلس الوزراء وطبيعي يعني هو عارف مقدرتي عشان هذا يعني لما ما انسى انا هذه الكلمه اللي موجوده في الصحافه لا. يوم يوم الثلاثاء لما مجلس الامه بلغ بلغه بشخص صباح باستقاله محمد بن الحسن فلما طلع من الجلسه الصحفيين يسألون كما العاده كيف استقالت محمد بن الحسن قال خسرت محمد بن الحسن في الحكومه لكن كسبته في مكتبي مكتب فيعني في وايضا هذا المرسوم اللي طلع مباشره مرسوم قبول الاستقالة وبعد يومين مرسوم تعيينه كمستشار يا بعد ذلك بعد ان تبغوا حضره صاحب السمو سده الاماره ايضا نقلت الى الديوان الاميري كمستشار في الديوان الاميري هذه التجربه نعم هذه التجربه اولا انا ممنون جدا لصاحب السمو انه اختارني يعني مع مجموعه من المستشارين اللي عنده في مجلس وزراء الى ديوال اميري وحسيت انه يعني ماكو اكثر من هذا التقدير باي حال من الاحوال ان اكون قرب منه لكن ايضا حسيت انا اذا كنت اشوفه على مستوى وزير خارجيه سنوات طويله وعلى مستوى رئيس وزراء وتقدير العالم له في السنه سنتين او سنه ونص اللي اشتغلت معاه كرئيس وزراء لكن حسيت تقدير زعماء العالم له في سفراته العديده الى دول العالم اللي دائما انا رافقه فيها وفي استقباله لزعماء العالم اللي يو بعض الساعات في الاسبوع عندنا رئيسين او ثلاث رؤساء في اول سبع ست سنوات من حكم المديدة ان شاء الله حسيت ان فعلا احنا محظوظين في الكويت انه يكون شيخ صباح هو اميرنا، التقدير العالمي له تقدير يعني فعلا غير محدود, غير محدود. صحيح. يعني ياتون حتى ياخذون يعني. منا يعني كثير بدال ما هو يتكلم عن الكويت هم يبون رؤيته، وبدال ما يسمع لهم هم يبون يسمعون منه، افتخر انا ان هذا القائد هو قائد الكويت انه زعماء مخضرمين يعني وفي عندهم مستشارين وعندهم سمعه دوليه كبيره جدا لكن في موضوع الحكمه موضع الموقف الصحيح تجاه قضاياهم او قضايا المنطقه وتجاه القضايا الاخرى سواء في الشق السياسي او الشق الاقتصادي او الشق الانساني وهذه احسن شهاده احنا نسمعها يعني حقيقه لانك انت رجل يعني عن قرب نعم. يعني عصرت. نعم. يعني يعني الامين العام للامم المتحده يوم شاف عن قرب باكيمون يمون اللي انتهت ولايته في في اخر ديسمبر الماضي طبيعي تابعه ما قدر إلا أن يقدم على خطوة غير مسبوقة في العالم وهو أن يضفي عليه لقب قائد إنساني وعلى الكويت مركز إنساني ولما تكلم في كلمته ما ربطها في المؤتمرات الثلاث اللي عقدت الكويت عشان سوريا والمبالغ اللي دفعت نظر لأن هناك دول أخرى دفعت مبالغ يمكن قد يكون أكثر لكن ربطها في بالضبط في هذه الخبرة المتراكمة هذه النقطة الأولانية النقطة الثانية أنه العالم كله أيضا قام في نفس الشيء البرقيات اللي ياتم من العالم. التها المجامله اللي عملوها في الجامعه الدول العربيه في المؤتمر الاسلامي وفي الجي سي سي، سووا اشياء مماثله للي اقدم عليه الامين العام المتحده. فيعني هذا لكل كويتي ان يفتخر ان دولته هي مركز انساني وقائده وقائد, قائد وقائد هو إنساني. قائد الانساني وهذا كلنا حقيقه نفخر. ونسال الله يعني ان شاء الصحة الله, يعطي الصحه والعافيه نعم. ويستمر والان هذا المهمه اللي حاط ايده فيها وهو نعم. فيه مهمه حل الخلاف في دول مجلس التعاون ان شاء الله, إن شاء إن شاء راح يحقق نعم الله, النجاح أه لك الكثير من العضويات في يعني منظمات دولية تحدثنا عنها والله الحمد لله رب العالمين أنا من خلال منظمة الأمم المتحدة اللي عملت فيها تم يعني انتخابي لأكثر من 11 مرة نائب رئيس الجمعية العامة المتحدة نائب رئيس الجمعيه العامه المتحده و قدت كثير من جلسات الجمعيه العامه المتحده وايضا صادفني الحظ ان يتم انتخابي لرئيس اللجنه الثالثه وهي احد اللجان العامله في الامم المتحده المعنيه بحقوق الانسان وبالشباب وبالمخدرات وبالجريمه وأذكر أن صادف في خلال رئاستي لي لمدة سنة للجنة الثالثة أن صادف مرور أربعين سنة على توقيع اتفاقية حقوق الإنسان إعلان حقوق الإنسان في باريس ودعاني الرئيس الأسبق ميتران شخصيا دعوة أني أحضر إلى القصر الإليزيه وأشارك مع معه صفته رئيس الدولة التي تم فيها إعلان حقوق الإنسان ورئيس الجمعية العامة المتحدة إحنا كنا ثلاثة الرئيس الفرنسي ورئيس الجمعية العامة وأنا بصفتي رئيس اللجنة الثالثة حضرنا المناسبة اللي أقامها ميتران بمناسبة مرور 40 سنة وأيضا صادف في نفس رئاستي للجنة الثالثة أنه ملكة جمال العالم وهي كانت من تايلاند جات لكي تلقي كلمة عن الطفولة وانا طبيعي كنت في لمد على مدى سنه احضر وتراس الاجتماع وكان عدد اعضاء اللي يحضرون يعني من كل وفد واحد او بالكثير اثنين اما لما اعلن بان ملكه جمال العالم, راح تلغي كلمتها الصبح من الساعه 9 يقولون السكرتاري ان القاعه <applause> متروسه فتعال يا معود حالة بعد ماكو مكان اصلا فعلا لما دشيت والعدد الواقفين أكثر من عدد المقاعد الجلوس, نعم. الجلوس وهذا النقطة الثانية في أيضا المناسبة والنقطة الثالثة وأنا رئيس الجمعية العامة ياد زوجة ريغن في ذاك الساعة الرئيس الأمريكي كان ريجن ريغن ونانسي ريغن وأيضا ألقت كلمة وأيضا كانت اللجنة الثالثة أحد يعني مصادر الاهتمام والتركيز الإعلامي والعالمي نعم. ومهند ايضا في فتره وجودك في نيويورك افتتح المركز الاسلامي الحمد لله رب العالمين يعني انا من فضل الله سبحانه وتعالى علي ان لما وصلت 81 اسال عن المسايد اسال عن وين أصلي صلاه العيد بالذات يعني كان في اول عيد فقالوا لي والله مع مزيد من الاسف يعني عندنا قطعه ارض والكويت هابن تو انها رئيسه مجلس الامناء لكن تشترك طبيعي معاها كل دول الإسلامية وليش ما بنيتوا مسجد قالوا والله عندنا أربع ملايين والقطعة الأرض موجودة فصادف ان العيد اللي بعده مباشره كان يوم مطير جدا فرحنا الى الفندق اللي احنا كنا ماجرينه حتى نصلي في القاعه فاداره الفندق منعتنا من ان نصلي نظرا لانه انتم تتركون تكرمون احذيتكم برا ومع المطر ومع الوساخه وعدد كانوا يحضرون في حدود 1000 ألف فرفضوا انه يعطونا القاعه رغم ان احنا كنا متعاقدين معاهم هني اللي أنا يا الحميه قلت معقوله احنا عدد دولنا 40 دوله اسلاميه لا يعني فمن من بس. من يوم اللي بعده مباشره دعيت الاجتماع اول مره يدعي الاجتماع لكل السفر الاسلاميين وعرفت عليهم الموضوع وقلت لهم انا ابي اتصدى حق هذا المشروع وفعلا الله سخرني سخر لي ولما اتصلت مع الكويت عطوا تبرع وبديت الف دول مجلس التعاون حصلت منهم مبالغ وسوينا خريطه جديده واستمريت في العمل هذا حتى واحنا في فتره الغزو كنت اطلع من مجلس الامن بالعصر واروح بالليل الى اجتماع مجلس الامن عشان ويا حضره صاحب السمو وافتتح المسجد الان من احد المراكز الرئيسيه في الولايات المتحده المركز الثقافي الاسلامي ولا تزال الرئاسه للكويت ابو مهند ظروف سفرك ووجودك خارج الكويت سنوات طويله، كيف كان الوضع بالنسبه للعائله؟ والله بالنسبه للعائله الحمد لله رب العالمين انا اول تجربه اولا شفتها في جنيف لما رحت وانا اعزب كان مستقبلي محمد محمد العتيجي اللي هو كان نمبر تو مستقبلني في المطار كان يوم الاحد فمبين كان يأيب ولده وياه فولده انحاش راح في المطار فقام يناديه بالفرنسي فيان اسي فيان اسي يعني تعال هني تعال هني انا قلت له بوائل ليش نادي بالفرنسي؟ قال احنا هني وين احنا بعد؟ وين احنا المدرسة مدرسه فرنسيه والكل يتكلم فرنسي انا الحين ما متزوج اول درس حطيته في ذهني إذا الله قدر وتزوجت والله أعطاني عيال مم. فأنا لازم أحط موضوع أن اللغة العربية يجب أن تكون شيئا. الأساسية في محادثاتنا وفي عيالي والحمد لله رب العالمين نعمة من الله أن مو فقط اللغة العربية العادات الكويتية مم. سواء برمضان مم. طريقه رمضان واحنا ايضا عندنا يعني بعض الادعيه في دعاء السحر ودعاء الافتتاح في بعد رمضان والكويتيين اللي يونا في رمضان في كل منصب انا فيه يعني سواء كنت في جنيف او في بعدين طهران او في الصين او في وناهيك في نيويورك 23 سنه كانوا يوم ترك الاعضاء الوفد الكويتي والكويتي اللي موجودين في منهاتن يون يتفطرون الفطور الكويتي التقليدي المعروف الصلاه الجماعيه صلاه المغرب وبعدين صلاه العشاء قدام اهلي وكلهم اهلي ايضا يشاركون معاهم طبيعي الحريم في قاعه ثانيه والرجال في مكان <applause> ثاني فهذه العادات حرصت عليها وعاداتنا احنا يعني الخاصه فينا الاسريه ايضا حرصت عليها الحمد لله رب العالمين إنه يعني الان عيالي يعني كلهم يتكلمون يعني عربي بطلاقه وأفضل حتى اذكر ان الدكتور محمد صباح السالم لما كان وزير خارجيه كان في منهاتن وكانت الجاليه الكويتيه مسويت له حفله فمريم كانت تدرس وتتكلم مريم باللغه الكويت اللهجه الكويتيه واللغه العربيه وكلهم عيال دبلوماسيين وعيال الموظفين اللي يشتغلون فنادى مريم وقعدها يمه قال لهم نشوفكم كلكم ايكم يصير تصيروا مثل مريومه كان يسميها مريومه هذه انولدت في نيويورك فعلا كانت البنت الوحيده اللي انولدت ولدت في نيويورك والان في الجامعه لكن ما حد يصدق انها الا هنا جايه من الكويت توه لهجتها وطريقتها وشكلها ولبسها وكل شيء فالحمد لله رب العالمين كلمه اخيره قبل لا ننهي لاني اشروا للشباب والله أنا أقول أوجه كلامي حق إخواني وزملائي الدبلوماسيين الكويتيين أقول أنتم عليكم مسؤولية أنكم تحافظون على هذا الاسم اللامع وهو اسم دولة الكويت ودور دولة الكويت في العالم حافظوا على هذا الدور هذا الدور الفاعل هو الحزام هو أحد الأحزمة الأمان اللي رجعتنا للكويت بعد الغزو واللي مخلي الكويت الان من ضمن الدول التي يعني ساعدت الامم المتحده في اعتبارها اعتبار الكويت مركز, مركز للعمل الانساني واميرها قاعده انسان، هذه مسؤوليه الدبلوماسيين بالدرجه الاولى والشعب الكويتي بالدرجه الثانيه. عزيزي المشاهد في ختام هذا اللقاء نشكر ضيفنا سعادة المستشار محمد عبدالله أبو الحسن على هذا اللقاء الطيب الممتع. شكرا بمهند شكرا جزيلا لكم واستحبتوني في خلال هالحلقة هالحلقتين ومشاهدين إن شاء الله يكونوا يعني على الأقل استمتعوا واستفادوا من هذا اللقاء. شكرا لك. شكراً.